السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم. رانا ولينا باش نتكلموا عن البطولة الإنجليزية، بطولة اللي فيها أبناء الجزائر اللي راهم مشرفين الجزائر، اللي راهم مشرفين العالم الجزائري، منهم محرز السوداني، راشيد غزال، قديورة، الله يوفقهم إن شاء الله بربي وربي معاهم. اليوم غادي نتكلموا على فريق مانشستر سيتي، نتكلموا على محرز لعاب اللي دخل العالمية بسبب مانشستر سيتي، بسبب الفنيات تاعو، بسبب اللعب تاعو الخارق للعاده. اليوم غادي يوم السبت ان شاء الله ليفرهامبتون اللي غادي تلعب في بلادها امام مانشستر سيتي، وننتظروا محرز باش يكون يلعب دونتري ان شاء الله بربي. وخدت على محرز وين اعترفت له الصحافه والمحللين الانجليزيين العارفين بالكرة المستديرة في انجليز، محللين كبار ماشي كيما المحللين تاعنا يهضروا خايفين من جوار ويعايروا جوار، لا كان يسكن بعيد يعايروه، لا كان يسكن في الحومة عندهم يشكروه. اللي اعترفوا العارفين بمحرز، وين محرز عنده فنيات كبار، وين يصنع مساحات للزملاء تاعو، وين يخلي كيما يقول لك يهرب من المراقبة، إليميني شحال من جواب كان معاه إليمينيه. محرز اللي معترفين له بالقوة الخارقة تاعو في ماشي البدنية، لكن في الفنيات تاعو، كيفاش يتريبلي، كيفاش يتوغل في وسط الدفاع، القذافات تاعو من البعيد خارج 18 مات، كيما يقول لك الذكاء تاعو والتمركز تاعو، خاصة الذكاء تاعو بينه وبين اللعاب وين يتريبليه بكل سهولة. وشناها شحال من خطرة، شناها العام اللي فات، شناها كيفاش تريبلا لاعبين كبار، منهم لاعبين كبار اللي تريبلاهم بذكاء بذكاء. تفكروكم درو بوغبا وين تريبلاه بالذكاء العام اللي فات، باش ذكاء تريبلاه حيلة، وين انسان هذا اللعاب وين معترفين له اكبر محللين في الرياضه، وفي خاصه في كره القدم في الانجليز، بانه لعاب مميز، لعاب كبير، لعاب اللي ينتظروا باش يفرح الانصار تاع مانشستر سيتي، وان شاء الله بربي يفرحهم ويكون هو صانع افراح انصار والفريق والمدينه تاع مانشستر سيتي، يكون هو صانع افراح لها. على ذيك نتكلموا عليه بافتخار، لانه لعاب لي حطم كاع الارقام في كلش، في كاع العرب حطم ارقام في العرب، وين دا احسن لعاب، وين دا كلاسه سيتيام في الموند، رغم ان يزيد وهيب ما فوتاش عليه وكلاسه سيتيام في الموند. يعني هذا اللعاب اللي نفتخروا به ونفتخروا مزيه، الحمد لله جزائري، صحيتو ربي يحفظكم، وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.